بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أيها المشاهدين والمشاهدات. نرحب بكم في هذه الحلقة المنتظرة، وباسمي وباسمكم وباسم إدارة القناة نرحب بضيوفنا المتألقين الشاعر بندر بن عجب والناشط في مواقع التواصل الاجتماعي سيف العمار. حياكم الله جميعا. الله يبقيك. الله يبقيك ويطول عمرك يا أبو شتوي، والشرف لنا أن نتواجد معكم في هذه القناة. الله يسلمك. لعلم من أعلام التواصل الاجتماعي، الله يوفقنا وياكم. آمين يا أبا دراس. والله يجمعنا إن شاء الله عندك عند المتابعين. أنت مجمل كذا ولا كذا؟ الله يطول عمرك. ترى اليوم جيتك ما ظنيت أنها طيبة لبعض الناس. أنا طال عمرك. تكفى، أنا أطلبك طال عمرك تساعدي في ذا الحد. تكفى. تساعدك. لا إن شاء الله جيتها طيبة إن شاء الله العمرة. أنا طال عمرك أبي أبرد شيء في خاطري. إي تكفى. نعم. إي والله تكفى. وذا الليل على الهواء مباشرة. ترى إيه ما في إكس. وزين ما في. ما في سناب وحذف ذي ما في. الليل. دائما يشغلك لو صورته احذف احذف الحين ما في احذف. ما في إكس. لا حذف. لا عاد في إكس ولا عاد في ستين عام. خليها روح. طيب اليوم يعني اليوم عفوا اليوم الجمهور متحمسين حتى معنا في التويتر ومجهزين أسئلة ويبغون أقول ما يمديني أقول متاح الأسئلة إلا أنهم مهاجمين علي بالأسئلة. ما أدري هم يبغون يطلعون شيء مخفي في بندر ولا بندر محبوب لهم يبغون يعرفون كل شيء عنه ويحاولون أنهم يعيشون معه. ما أدري إذا عندك إجابة لهذا السؤال ولا لا. والله السؤال يا أبو شتوي هذا سؤال عميق شوي. نبغى إجابة أعمق. الجواب طال عمرك بعضهم يمكن يبي شيء بعيد لكن مو بذي الحين. تكشف الستار ولا ما راح تكشف؟ لا لا ابدا. ولا بعض الاسئله تقول لا وبعض شوف بعضها بعضها بعض. شوف انا بستنفي شيف صراحه في بعض الاسئله. شفت يمكن ما تكشف الستار لكن هو بيعلمنا. هو على مسؤوليتي ستار. وين اللي بيكشفه؟ انا اليوم ان شاء الله يا ابو شتوي مذيع معك ثاني صح ولا لا؟ نعم مساعد مذيع ما يحتاج. انا اللي مساعد انت المذيع. ابشر روح مساعدك. ما خبرت انا حلقت فيها مذيعين وضيف هو. لا لا فيها هذا من كبر الضيف. قربنا نتعاون مع كبر قدر الضيف ما ينفع مقدمه. مهيب لله مهيب لله. لا مهيب لله. طيب ايش رايك اجل انا وياك ضد سيف؟ بتساعدني في سيف؟ ابدا سيف خله في فاله. لا لا انا ما بخلي فاله ولا شيء. انت واحد منكم اليوم لازم نكشف اسرار. ما له داعي تجي غامض وتروح غامض. اليوم واحد منكم تكشف اسراره. يا يعني انك تساعدني على سيف يا يعني كتاب عندي. انسان هذا كتاب عندي. طيب لو على طريقه لو انه كتاب هو وش بتسمي هذا الكتاب؟ لو انه كتاب طال عمرك بسميه الكتاب الغامض. الغامض. نعم. طيب بس هذا عنده امور لكن بعد اليوم ما راح يكون غامض. هذا الغامض غادي غادي رق. طيب وش تسمي اذا انكشف؟ ها؟ اذا انكشف شو بتسمي؟ سميه طال عمرك الكتاب الرق. يا مرحبا ومسهلا. والله اني متحمس حماس صراحه قوي لهذه الحلقه. طول عمرك. وحضوركم بحد ذاته شرف لي انا واضافه. الله يرفع قدرك ابو شتوي. يا مرحبا ومسهلا فيكم. ما تغري الا اللي يغليك. الله يسعدك يا بعد راسي. بندر من عجب عارفينك اشتهرت بالعلم الغانم. ما عليك زوج وبالشعر. ما عليك زوج. وانا من الناس اللي صراحه معجب في ابياتك وفي القائك القصيده. وترى الالقاء المعلوميه من طيبك يعطي الجمال للقصيده. نعم. والعكس اذا جاء القائك سيء حتى لو قصيدتك جزله يجي فيها ضعف. صدقت. فانت ما شاء الله جمعت بين الجزاله وبين القائك الزين. ما عليك زوج يا رب. اي والله يا ابو شتوي ودنا انك تبدا على طريقها. انا تراني اتابع سناباتكم قبل ادخل حتى برنامج السوق. انت شرفت. واليوم اتابع سناباتكم وانتم جايين كان قلت بيتين عند المطبخ اليوم. ايه اليوم طال عمرك انا مقروشه. فك فك الغلوقه يا اخوي. فك الغلوقه ارتاح. وقلت ماذا؟ قلت اسمع ترى ذا الليل والله ننكبك في البرنامج. أيوة. انا اجيب العيد فيك. تكفى. وعلى طول قال لي اعطاني بيت على طول. لا عفوا. قلت هم الشاعر. الشاعر ما يبلغ. اي والله سالم يا اخوك وانت الرابح. اعطانا بيت ايش قال فيها؟ ايش قلت فيها؟ والله ايش اسمه؟ ذي فيها سيفان. هيك. والعربان يلا اي منها العيد الليل يا عربان على القناه الفضائيه. سلام. هذا منها لك والله سجينا منها. سجيت منها ما عندك. أو ما بقى الله يستر من سيفان. إيه. على القناة الفضائية. الله إيه. ولك طبعاً أبو سعيد يقول الله يستر من سيفان. إيه. عرضته مهيب عادية. إيه. والعيد الليل يا عربان على القناة الفضائية. يا سلام يا الله إن شاء الله ما بعيد. وكان العيد بيجي. فرحة ما عليك. العيد بيجي. فرحة فوق. أنا طالبك تفك الغروبة. ولا ما تقدر. والله انكم ما طلبت ان شاء الله شيء عسر. ها شفت ان بدينا نسيطر على بدايتك. بدينا فك الغموض. ترى هذه بدايات. ما عليك بعد شوي بحذف. سيف انت رجال طال عمرك اشتهرت ولك محبين صراحه في السوشيال ميديا. وهذا الشيء انا شايفه قبل لا تجي وتستاهل والله المحبه. لكن لو سالتك السؤال اللي بقول فيه كيف طلعت او وش المقطع اللي يعني خلى سيف نقطه تحول
نعم. طال عمرك اول ما به سنابات عرفت اللي من يوم اصبح انا ماسك ذا السناب ومدرع مع المسلمين وعفوية طال عمرك اهم شيء العفوية ومدرعين مع المسلمين. المهم المقطع اللي اشهرني بداية الشهرة مقطع القرابة. القرابة ايه ايه احنا عندنا قرابة كانها مسألة رياضيات جت الحياة تخبي جت وضعتها عندنا هذا يرضع وذا يرضع وكلهم صاروا اخوك وعم كلهم صاروا اخوك وعم نعم وخال يعني هذا الحين عزابي طال عمرك. طيب انا ناسب الذي انت خالها ولا عمها نشبت. طيب سؤال انت لقيت حل هذه المشكلة عرفت السالفة عشان تشرحها لي لان ترى من ذاك المقطع انا شفت المقطع وتابعناك عقب هذاك المقطع الصدق لكن الى الان ما عرفنا وش الحل. الحين من هو خالك ومن هو عمك ومن هو طال عمرك الخوال واجد والعمان واجد طب وتخير خوال عمان هم خوالة الحين خوال عمان وعمان خوالة والعكس نعم ولد الحال حنا كل منا مناسب تقول اثار تاخذ من ذا ياخذ منك لا يروح بها بس هذا الاصل اي فلوس مني بعطيك نعم خذ وعطي انا قلت هذا طال عمرك حاصل يعني بين ابناء العمومه دائما يتزوجون بعضهم ولهم ان شاء الله اجبار لكن اختيار والموضوع يعني اي بالله اوسع من كذا صدقت بندر من عجب نبغى قصيده دام النجم طاري الزواج ما الزواج نبغى قصيده غزليه ابشر بالسعد يا ابو شتوي ابشر بالسعد يقول طال عمرك في المحبه لا تعاتب كل من حبيته ولا تهد الحبل حيل ولا تشده قوه سلام لي وليف كثر ما عاتبته وحنيته قمت اشكك في هوانا وتبارد ضوه لا نشته من وصال العاشق وتوقيته اعتذر لي بظروفه قال بدري توه وادري انه ما هو بدري لكني جيته في زمان لا كشف برقه والامطر نوه من يعرض للخطوط الساريه ونيته يتحمل ما يجي ويعترض له توه الله ما جنت حدب الضلوع الا ما انا سويته وانت بصرك يا زماني ما تسوي سوى الزباد عنده غلاه وعاد قلبي بيته وله قبول ما يقول له صورته ما تشوي الله الله يا سلام سلام صح صح سلام سلام هذه اكيد شو الابيات هذه ما تجي الا من موقف لا تحد انا على قصان طيب انا بس والله صح لساني صح لسانك جدا جميل استاذك عندي سؤال ابو عجب والله انت شوف لو تبغى تاخذ الحلقه كامله يا ربي طول عمرك لا تكفى لا لا والله اني اسال ان شاء الله وانت قدام خالد سلمى حقك ابو عجب حط عينك عيني شبني اقصد هذا طلب نعم في قصيدة هنا في الشمال خبرها ده المذيع انت ولا هو؟ انا سمحت انا مذيع صح عندي صلاة صل عنها محمد انا السؤال منه موضوع بس طالبك طالبك انت اطمن لا رجال طالبك طالبك على البحر احنا جالسين في اني ما ابي ادوم في البحر امري مدري وجه ابي عادنا على الشاطئ خلنا لا اروح للبحر كله يعني قصيده ذي خلنا عليك منها خلنا على كرسينا طيب سؤال ثاني يا اخي اقسم بالله انك كفو يلا عنها رجال اسمح لك في ذا هذه عفيتها اللي بعدها اللي بعدها ما تعرف قول لا لا انك ما تدري انا ابي معلم قبل نجي كان عذرتنا طيب عندي سؤال انا ما ادري وابي ادري المهم في قصيده لك قلت فيها العيد سافي عيد اجمع هوانا اي صح ولا لا الله الله من هو المقصود في القصيده المقصود من عرض القصيدة تبين وش القصيدة خليه يقولها يمكن على يقول ذا العيد سابع عيد يجمع هوانا شفت أنت إيه أسلم أبو عجب الله الله هم اسمحنا نستخدم الجوال بس عشان أبو خذ راحتك يا أخي أنت سيف خطير يا أخي والله سيف طال عمرك خطير جدا بيض الله وجهك ذلي بخلي إيه تكفى إيه خلي نمسها برا حد على الشاب خله هلا هو عزله لا توصيه الله الله يقول طال عمرك ذا العيد سابع عيد يجمع هوانا الله ناتج وفا ما هو بفول وكومنت تعال نسترجع بداية هوانا من أول المشوار حتى تمكنت الله بذرت محبتنا مع أول لقانا مشكور يا الحظ المجمل ولا هنت ندرى بعضنا وانت بادل وفانا ما شنت في رحلة هوانا ولا شنت وذا العيد عاد وعاد الله على انا وعادي على ماني وعادك على منت يا سلام الله الله سلامتكم صح على سعد ما شفنا في قصيده شيء ما جاوب على سؤالي نقول انها تكفي تكفي لا تكفي تكفي الابيات
تكلم وش تقول عاد ترى سأل سؤال يعني خلاص والسؤال سأل السؤال الثالث جاء سألت مهي بسألت حلكم بينكم أنا متفرغ في المقيم أنت المفروض إنك تصلحنا مو أنا ما من يبيه لا لا ما تبيني أسألك أبيك ما تبيني ما علمتك قبل قل لا ما تبيني أشدك إيه عندي شرط بدأ من ذا الحين عندي شرط بدأ إن جاوبت إن سوي ذا شرط ما عاد يبيني أشدك يمكن بسيط الشرط بقول شرط عادو وان شاء الله ابو شتوي بيدخل وبيصلح معنا مالك الامور طيبه تقبل الشرط زوجني ابو شتوي صار احمد الله يسلمك ترى سهران من البارح يعني ما لومه سهران من البارح والله لا تلومه ليه يا اخوك بس الرجال كانك شايف انه عرض شيء اصوم واصلي وانا قال انك ما تصوم وجهك زين والحمد لله ومطلق وش ليه متزوج ما عذرتك في شيء من ذي كلها ولا قلت ان في قاصر يا ابو سعيد ماطي لكن طبعا ممكن الرجال عمره ذا حول 40 40 الله الله حول 40 مزبع 40 صل على النبي وبعد خلينا طلبنا كم يطيح من 40 اظهر بطاقتك 40 عاد انت صار حول 40 ما عاد الا شويه يكدش طيب ها وغيرها هذا العمر العمر ما بي يعذرب العمر طيبه لا لا يعذرب العمر يعذرب طال عمرك بزر عمره سنتين يبي الرجال ما عندك لا بنصبر زيد ابو 60 اجل انا اقول الله يعينك اسال لان رجال شرط ما بقابله الظاهر انا معطيه اغراض بالمهر والله دنت برسيم عربك بشاهد اسال وش تقول يا ابو سيف قد تابعت برامج وقيه تعرف البرامج وقيه يعني شاهدتها شيء لاني بسالك بعدها سؤال مهم برنامج ذا شفت الدنيا دي دواره ايه والله العظيم انك من جمهورك نبا والله قلبك كنا والله من الداعمين لك يا ربي طول عمرك في برنامج ذا نفسه الله يسلمك شفت طال عمرك الدنيا دواره قلت لك انت اللي جايبنا في البرنامج انا من جمهوركم قبل ادخل البرنامج يا ربي طول عمرك وبيض الله وجيكم على وجهك انا سؤالي اللي بوجه لك لو قدم لك عرض البرنامج واقعي او اتيحتك الفرصه بتشارك ولا ما راح تشارك نفس البرنامج اللي انت هو فيه اي برنامج واقعي سواء على شوف البرنامج هو زين من مدته طويله ثلاثة أشهر إذا البيت بمت انتم والله انك صادق ترى فيها ضغط فيها ضغط قوي والله والله انها زين وله جماهيرية وله عالم حتى بعد لا خلص من برنامج تعيين في مستقبل لا شوف اسلم اسلم ولا اقطع واردك اسلم الرجال فاضي مثل ابو سعيد عنده اشغال وعنده يعني مسؤوليات وعنده ضغط عمل ما يمديه ما يقدر يعني لكن فيه مواهب ويعني عندهم فراغ يمديهم يسجلون يمديهم يبدعون يمديهم يظهرون للساحة تشوف انه يعني تشوف انه بسعيد ما يقدر عنده شغله لا انا اقول يعني اذا بيضغط عمره جدا يمكن بعد مو بكيد طيب بسالك سؤال هو لسيف بس بسالك انت عشان هو عارف بيجاوب مثالي بس بسالك انت ابيك تجاوب عن سيف اسلم دام انك الحين جاوب عن ترخص لي ابو سعيد روح الاشياء اللي طلعها طبعا هذا سؤال جمهور ترى اسلم الاشياء اللي طلعها في السناب عفويه ولا مصطنعه؟ لا كلها بعضها 90% عفو والعشرة 10% يا اخو فيها اشياء لازم انت تعد لها يعني برنامجكم ذا تعدون له ولا عفوا على طول؟ هذا نعد له تعد له صح طيب السناب ذا الحين صار منصه يتابعها بعض القنوات صارت تلتفت للسناب تسوي لها حسابات في السناب صحيح يعني انا يا سيف انا بتكلم عن سيف أوه. انا عندي طال عمرك منصه مشاهداتها بعشرات الالاف ما تبيني اعد لها ما تبيني اظهر اقل شيء اظهر الجانب اللي اضمن فيه سعاده المتابعين او دعم حسابي عز الله انكم ادخلت السعاده فيني والله يستاهلوا اي والله تستاهل لا يعني سيف ما شاء الله تبارك الله والمجموعه اللي معاه شروه بندر شروه يجيك يا شاعر يا واحدنا يوسع الصدر يا واحد ثاني يدخل معلومات تفيد فصراحه انكم مجموعه يعني من دخل الله يجمعنا بس هذا اللي نبيه والله نزهه هذه يبرك ساعه وهذه ثمره السنه هذا وش نبيه يعني بنقعد نتحشد فيه ولا بنقعد ندبل سبود العرب صادق السناب للفائده ولا ناس تسوق احنا ما عندنا فائده طبعا في الاربيز عندنا ان شاء الله فائده في الاربيز قاعدين يقولون الان وصلنا على مشاهدات في هذه الفقره وتقريبا فوق 1200 فهذا يدلل على نجاحكم وانتم ناس لكم محبه اي والله لكم محبه يوفقنا وياكم ولكم على قولتهم قبول من الله والقبول ترى ما يشترى يقول لو تدفع فيه المبالغ لو على قاله لو تدفع ما وراك ودونك ما كسبت صدقت على طاري القبول يا ابو شتوي عندي بيتين اقول فيها السماحه والبشاشه حاجه مطلوبه من جمعها طيب حظه كثر الله خيره سلام واحد ما له قبول ولا تحب اسلوبه واحد من سمح وجهه ما تدور غيره السلام الله اي والله صادق شر سيف شر حاضرين عرسك ها عرسك
حضورك ان شاء الله. ان شاء الله انت من اليوم يطري العرس. هو ما علمك هو. انا احب انكب عربان. انت بتنكب عربان ولا تبي تعرس؟ عطنا من الحين. ها عطنا من الحين، تبغى تعرس ولا تبغى تنكب عربان؟ والله كلها طلب. الله يوفقك يا سيف، يرزقك بالسنافيه اللي تونسك يا حي. اللهم حي العين. اي والله عاد ترى الزواج كل علومه طيبه. اي والله كل علومه طيبه. واسال مجرب. نعم بالله. الرسول انصحنا كاعزابي. الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما فيها اصدق من الرسول. هذا الكلام. ويا معشر الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ودحين الحمد لله الامور يسره. ودعوه بسيطه. 40,000 50,000 متزوج ومتسك في امورك. دام اضطريت الزواج مزواج. ما هو جايبها سيف. عنده شيء سيف. ورا شرع العسل. من هو عند سؤالك؟ ابي اسولف عجب مرة شهر العسل. انا الحين مو بعجب والله. ترى سؤال مهم ترى، اشوفه قدوتي في الحياه. يا سلام عليك. ابي اسوي مثله والله تعجبني. نعم. الحمد لله في المملكه العربيه السعوديه الحمد لله من الجنود. تكفيك اجابه يا سيف ولا تبغى اجابه مطوله؟ لا لا انعادها جاسين مو انعادها ابغضني ذلي. طيب قبل ان ننتقل المحاور يعني الجايه نبغى نذكر الساده المشاهدين بسؤال. ما هو الحديث اللي ذكره بندر بن عجب في الزواج؟ اذكره في هاشتاج الفرصه 38 اليوم 38 ولا لا؟ والجائزة راح تكون من متجر ايش؟ تاج العود. قسم في مشتريات ولا ايش؟ هدية باكج مجموعة من العطور من متجر تاج العود. السؤال جدا سهل والحديث اذا بندر بيعيده جزاه الله خير يساعد الناس. بالله بنعيده، وش مبرك من مساعدة الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فيه تكملة فإنه أغض البصر وأحسن الفرج. فأسأل عز وجل أن يرزق كل عزابي وعزوبية. آمين آمين. ويرزق سيف يا رب عاجل غير آجل. قبل يا رب. أسأل يا رب. قبلتكم مع الرياض. يلا ها قبلتنا. قبلتكم الرياض يعني. أسأل يقوي قلبه. أسأل يقوي قلبه. قبلتك قدام في وجهك. حلو. هيا الله أن ترزقك بالمنية الصالحة. آمين. اللي تصلح حالك وتبدك. تبدك من سناب ولا ما تبدك؟ ها؟ تبدك من سناب ولا؟ والله سناب لا ما ندري عنه. لا والله صدق لو جاتك مليال وقالت يا سيف يا أنا ولا سناب؟ على طول أطق لي جواك كشة. على طول آيفون ذا ما عاد أستخدمه. لا والله إنك أمورك طيبة. أمورك طيبة. بس عاد في ناس يحبونك ما يبغون غيابك. لا يحبون طال عمرك. ولا اللي يحبك يبغى لك الخير. آه اللي يحبك يبغى لك الخير. يا مرحبا ومسهلا. الله يجزيك ويحييك ابو شتوي. انا ما نشبع من قصايدك يا بندر. شرب السيف. اي والله بس ودنا بقصيده لها موقف. لها موقف يعني تذكرها قبل القصيده عشان لا جت القصيده لان نتذكر موقف اللي انت قلت. والله القصايد اللي لها موقف واجد. فيها قصايد بيني وبين ابو سعيد. يا سلام. لا تقول لي حقت الدتسن. حقت السياره. عاقبني. طال عمرك مره راح انا وابو سعيد الرياض. عندنا مشوار. ايه. يوم طال عمرك على ديتس. يوم زدنا مقبلين على الرياض تعطل الموتر. لا اله الا الله. الله الله ولا حر والموتر ماش حال اموره امور مصلحه. يلا نصلح الامور. المهم افترى علي طاري قلت يا سيف موترنا على ما يقولون. لا يقطع الفرجه ولا يبهج العين. ما فيه ميزه غير خف الدرك سول لا بطنه بزين ولا بديه بزين. واكثر مراياتها عليها شطرطوم من كثر ما زد كسرها البزاري. الله الله. هذه ام عزيز ولا ام الجمايل؟ هذه ام الجمايل. شو علوم ام الجمايل؟ خاي شفتها في سنابك يوم من الايام مغبره. والله غلطان عليها والله. يا اخوك ايش بين اسوي؟ هذه تجملت. يعني بصير بنوراما تجملت فيك يا اخوي لازم تضبط. تجملت بعد نعجزنا. الحين تغيرت الحين صار عندك ما خلاها في حالها ليتها خلت ديتسن بس في حالها. من هو انت يا من؟ بندر الشاعر ذا. هذا والله يوم جاء يوم ثاني يوم نروح على جيب عندي بعد 2002 قلت من عمل قصيد ونروح على الجيب طال عمرك وراح نصوب له الافلاج. ايه ما خلى الجيب في حاله بعد. قاح قاسم عمل قصيد ما امدحه. لا بالله. لا اله الا الله يا بندر خليك انسان ايجابي. يقول الكتاب بين من عنوانه مدير 2002 مدير 2002 هو قال 2020 ولا 2002 سمع اذنك. قال 2002 2002 2002 ولا هو بعد مرتب محيوس تسمع قربته على بعد 6 كيلو. المهم طال عمرك لان راح نصوب له الافلاج لاني تعبان عقب دوام وبياخذ لي راحته اللي نصل ريجي انه رحيل. فهات القريحه قلت يا سيف طال الطريق ومو ترك صوته. ها لا جيتها بكسع يا بالاجواد روعن.
قرطابة ضروس عود عودنا قرطابة ضروس عود ما لقى كوته وبعطيك شوري وطعني كان تسمعني الموتر اللي حياتك عندك ابوته ترى يا سيف سنه يقول لك بعد صح لسانك والله والله البلشه صوتك هذا ما هذا ما اخذه معي نهائيا رجال ذا ما مخليه زينها على الماتر ولا غيره زينها على الماتر لا توقفت على ذي عقبها بايام وادق عليه طيب اذا بندر اذا بندر انت اذا بندر اشغلك في ماترك فيه ناس اشغلوك في سنابك وفي شهرتك يعني يبلشوا قال يا بندر يا سيف يعني ينتقدونك في بعض الاشياء اللي تقدمها ولا ينتقدونك بشكل عام ولا والله كل اللي حولك داعمين لك لا والله ابشرك والله كل اللي حولين هم معي تستاهل يقول روح استمر يستاهل ابو سعيد دام التصوير لا فيه لعيب ولا منقود بصور بس ناس ما لي ايه ابن بلا صوفي اسلم الله دام التصوير لا فيه لعيب منقود جمعة شباب وضحك واخبار ومزح وخط وقصيد وناسه بلا بصور وكل العرب معي بعد في صف هذا شوف دام انك انت ما شاء الله انت الان وصلت النجاحك انا اشوف انك وصلت النجاح ان شاء الله وباذن الله قريب نشوفك موثق ونشوفك توصل من نجاحات الى نجاحات اكبر ان شاء الله فيه انا كلامي في البدايات دائما البدايه ترى تجي صعبه البدايه دائما يجي فيها تعقيد نوعا ما ويجي فيها تحطيم اي تحطيم صدقت وش لا تسوي نفسك مشهور ولا تشغل نفسك ولا تصور فلان ولا لا. ما جاتك هذه الاشياء لا والله ما ذي بشتكوها ما جات زين هذه ترى من الاشياء الجميله ترى نادر انك ان شخص يطلع من بدايته لين يوصل مثل ما وصلت له بدون تحبيط مع ان ترى الناس السلبيين واجد فيهم فيها ايجابيه يعودونك على انك مهما يعني مهما جاك السب ولا ذم قد جاك قبلها اقوى منه تتحمل الواحد مو بكامل ترى كامل الله سبحانه وبتعين طال عمرك اللي بصفك بتعين اللي في ضدك يا ربش كذا ضدي معينتهم لهذا الحين جعلهم ما يجون واحد يجي ضدك انت يصير ما حد يجي ضدك يا رب يطول الله قابلك يا رب يطول واتوقع ولا من الله لو انك تدخل طبعا ما ادري عن ظروفك لكن لو تدخل برنامج واقعي فانت مفصل تفصيل على برامج واقعيه مفصل تفصيل لان ليش الواقعيه تعتمد على العفويه وهذا العفويه دي شايفها انا في سنابك وجيتك ذاك اليوم مره واحده في مجلسكم عز الله اللي اشوفه في سناب شفته في الواقع الله يحييك وهذا شيء مرحبا اي والله متشرف والله بوجودكم الله يرحمه يا رب يطول عمرك والله نشرف من اهلنا انا بيهدد الحين بيهدد بشرب شاي تكفى اما النظام رسمي ذي ما بيها لا تحرص اصبر هذا ما في حيله نحاول فيه نبقط يمين يسار بسوق يا ربي وش تبي نسوي يا اخي اكشف يا اخي كم عمرك؟ العمر طال عمرك 28 او داخل 29 ان شاء الله قريب ما شاء الله عليك توك هذا يبي يرسمك الخبر صغري عمره يا رجال معك وين تعرس انت؟ كم تبي؟ كم تبي؟ صغري عمره كم تبي؟ عمرك 35 35 اللي بيبو سعيد لا انا نبغى الصحيح ما نبغى الصحيح سبحان الله 29 اقول برنامج ذا ودي انها سنه اليوم معي اللي بيبو سعيد اللي بيبو سعيد ولا لقد الحوانا شفت كيف هاي كلمه اللي تطير بي حجر انا عندي لكم كذا خليكم اخذوا الكاميرا ذي معكم الكاميرا ذي بحملها دس بس ما جبناها استفدت من السناب يا سيف فائده اجتماعيه ماديه اي والله هم استفادوا والله ابشرك استفدنا والله تعرفنا على الطريق اللي مثلك شرواك يا ربي والله انا مو عارف كل ما جينا محل وكل ما جينا دائره طال عمرك نطوا عربان والله ما نعرفهم اروح بس اروح بس هذا والله المكسب منه الوحيد وانت تستاهل والله سهل طيب يا ربي طول عمرك دقيقه انا بناقش في نقطه نطوا ها نطوا ينطون يعني فزوا اي فزوا مو بنطوا ترى يا سعيد ابو سعيد بعد عجب هاك جرحني هو ترى هو علمه كل يوم اقول ابو سعيد تراني اجرحك وابي اوجع سبدك ولا يفهم عاد الحين على البث المباشر ها ثاني بيوجع سبدك ابو سعيد بعد اي يظل في خاطرك ترى صادق ما طو طاولني بطويل لا والله صدق لو انك بداله وش بتقول الكلمه المحل بقول استاهل لا لا موضوع نطو نطو يا اخوي لا رحبوا بي نطو دي ما ادري كيف ظهرت جرب خلاص ما فيك خلاص تمشي يا رجل ما فيك اكس ما فيك اكس ما فيك تبغى اكس ما فيك ما فيك في 60 دقيقة تبغى نقفل البيت تبغى لا بالله روح نروح يعني نطو دي شيء غيرها بعد الامور طيبة باذن الله والناس والله مستمتعين وقاعدين يغردون في هاشتاج الفرصة 38 وحضوركم والله يعني جايب اضافة جميلة صراحة يا رب يطول عمرك ولا نمل من قصايد بندر وبن اليوم على قولتهم ما انت بطالع ان شاء الله اللي ماخذين منك ابشر بالسعد انت السعد يقول طال عمرك هذه اجتماعية يقول طال عمرك سلام والدنيا متاع وتمتع والفرق في سوق الحياة البضايع الله شفنا من العالم تصانيف وأنواع ومن المياه 99 ضايع يستغرب الرابح
وتستنكر القاع ويبدلون أهل الطبوع الشرائع ويشكي ويشكر ربه وتشكي عباد الله فقارة والأجياع ويشكر ربه كل فقري وجايع معالم العالم نفاق وتصنع ومواكب المواجهة مع كل صايع حقائق ما دونها ستر وقناع ما عده إلا والحقائق وقايع من ذمة مهي بتشرى وتنباع من هول ما شافت مع الناس شايع فاستحسنوا قولي حسينين الأطباع واستنكروا قولي إخبات الطبايع. الله الله, الله سلامتكم. صح لسانك ترى الشعر دائما ما يخلي القصيد في بيارة الشاي نفس موضوع القمرة. شفت القمر اشتري القمر الضوء ما يخليها الشاعر. اي بالله ما هم مخلينا وانا الحين بصبر ولا تلومهم. ليه؟ أه طراها طال عمرك بيالة الشاي اي طال عمرك على طول طراها بيالة الشاي. حي والله بس خليني اجلس عشان ما ابي انا بسمع قصيده وانا جاهز. خذ راحتك تمام. ما ودي على قولتهم ما ودي انشغل لاني عارف ان ما يطلع منك الا جزل. اسلم يقول طال عمرك يا مطول الليل عند الضايق الواله. سلام. يا مطول الليل عند الضايق الواله ويا مقصر الليل عند الداله اللاهي كان الهوى ينشد الخفاق عن حاله أرب عاد اتجاهاته على ماهي لا والله الله فلا يطري على باله كرامة النفس عندي لامر الناهي صحيح عندي حنين وباقي رسالة ينقص داها بريق بداعي الراهي لا يحسب إني حبيبه لا وكلاله أنا تراني حبيبه أبيات الشاعر. الله الله عليك. تحب بيات الشاي والله شفت كيف؟ والله انسان الشاي انا اللي يحبها انا ظاهر تقرب 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 لا والله اللي يحبه بندر هو اللي على قولتهم هو الكسبان. الله يرضى عليك. بندر بن عجب مرة تبكب اي من العام نفس الوقت ذا بنمشي لبها احنا المهم ويدق علي من ظهره مشينا المهم هو جهز القهوه والشاي والبيت واخذ اشعاثه حقت الخط شو اسمه؟ اشعاثه الله ايش هذا عمرك هذا ابو عجب جاي المهم قلت مرحبا في مساعدك في القهوه الشاهي حلوه قال ها قهوتك ذي شربها لحالك اي تبقر قلت انت في علمك قال علمي انا بروح صوب الخرج قلت ايش عندك احنا نبي نروح جنوب احنا اللي من اجيب وانا رايحين شمال هنا قال لا ابي الخرج في محل هنا طعمك تبغى طايحين فيه محل طعمك زي ايش اسمه كوفي شوب ذا البارع قلت يلا ويروح طال عمرك يوم صينا ذا الكافي ايش انت مسميه؟ قرقوز شو اسمه؟ انا اسميه قرقوز ولا هو اسمه يقول مشينا صوب قرقوز انا قرقوز هو اسمه قرقوز طبعا كافي الرجال غير اسمه غستوز ومن ذا قال قرقوز وقرقوز مشينا خلنا اذا قرقوز ذا اللي في الخليج ما درينا به يوم جينا طال عمرك ويوقف رجال عند المحل ويحول طال عمرك ويجيب ذيك الثلاجه طال عمرك اللي مليانه كوي شبات كوي شبات مليان طال عمرك من طب وتخير هنا خضر وحمر وازرق وبني طال عمرك انت شو قوم هذا كل من كل جبت العيد باقي عيدين باقي عيدين اصبر باقي عيدين يا عبد ماشي كرم لا باقي شوي لا والله ما تكرم لا انت اجلس كمل ويخض طال عمرك ونعود قلت الحين عايف انا قهوتي الشقراء شاربين ذي قال الشقراء ذي اشربها لحالك مره والله صار متطور اي المهم ونمسك خط الجنوب لا في معنا واحد من العيال يكتب ابيات وعلمك تكو يكتب بيتين في ذا اللي قهرني ما اشربه تطرح لك شاعر نعم والله ذاك شاعر وذا شاعر هذه والله المهم ويكتب رجال بيتين قال فيها ايش قال فيها؟ والله ما ادري ايش عن بدايتها اصبر جعلها زين يقول ايه طلع حجوات دله لا انا اشهد ان المودي فيه عله عاف البدايه وهو اتجاه الحضاره اي اسلم اصبر خليني بجيبها زعل عندي الله الله هو ارسلها طال عمر كتبها وانه متوجه للجنوب اي عم شنكم بس رحت الجنوب ما عودتوا اي انه متوجه للجنوب احنا رايحين الله الله رايحين وهو يبي يقلب الربع علي لانهم جايين احنا ظهرنا في واحد سلطه لسانها يقص الحديد ربي يزيده لا مش ذاك الابيات بس اللي كتبتها اي بالله زال انا كلها موجوده ابيات رجال ايه قال رجال في بندر بن عجب قال سويت له من صافي البن دله سلام وعاف البداوه واتجه للحضاره انا اشهد المودمي فيه عله يحتاج له دكتور يضبط عياره يا سلام
شوي طال عمرك يوم جانا ايه مو مخليكم والله ما يخليكم جانا العقوبة طال عمرك انا اسميها العقوبة طال عمرك هو معلمك بظروف المراحل المراحل طال عمرك تراها الساعة واحدة من الظهر وانك عز القيض اي اله الا الله يعني اي واحد محلي يمكن يطلع من طوره يبالك قرقوزه نعم هذا بارد وذاك حار فقلت انا طال عمرك رديت عليه وقلت يا صاحبي بعض المشاريخ خله الله كب الدلاله اللي تجيب المراره ولا جيت قرقوز وهذا الخرج قول له عاطني طلب بندر بدون استشاره يا زلام طيب ايش يطلبك يا اخي نبغاه هنا يا اخي الطلب باذن علمك ان شاء الله انتهى لا علم ارجع ذا يطلب لا ارسل لي امشي ارسل على الواتساب باتشي ابدا بيجيك ذلي اكيد وبنجيبه بعد المره الجايه بيض الله وجهك وروح والله روح اسم الكافي عندها الخرج واستوز روح اسمه روقم والله اللي تكلم عنه قام اللي جاء هذا تكلم عنه سيف ما عاد يحتاج انت ما شاء الله عليك ترى وان شيء ذا الشيء ذا اكثر متابعينك يعني في نجد ومحبة الناس لك ما شاء الله واصل استاهل ابو سعيد كل مناطقي والله لا ابو سعيد ولا اللي معي ترى في موقف قلت لي اياه او قال لي واحد من اخوياك اللي معك خدم في احد الدوائر اللي خدموه في احد الدوائر عموما ان فائده سيف مو بالي على حتى على اللي حوله الله الله والله لا رحنا المكان حولنا يعني اللي يعرفونا فيه والله مو بيقصرون معنا يخدمونا والحواطن غانم هذا والله نطيبكم ابو عجب انت ولا خدمونا يخدمون غارنا مير عادي في الزوم بن اكثر هذا الكلام ايوه فيه طلب ابيات معروفه عند اخوي سيف يا اخي والله ذكروني في بدايه الحلقه قبل الحلقه لكن والله نسيت الابيات للاسف يعني الابيات عندي انا لا انا قلت سيف اي اخي ما عندي شيء نحبي لك يا اخي يا اخي لسانك على واحد مخي قام التمس رجع عاد يفكر وش الابيات لا تلوم لا ترى لا هنا يكتب بس مو بيعلم انت صادق؟ نعم احد عليك صخر يطلع هم اللي القصيده اللي اكتبها عطني ابو سعيد اللي بيسمعه بيقول هني لصقه لا والله ما يجي نعم ذاك العلم انت صادق؟ خلنا نسمع طيب والله ما عندي شيء هو هني لصقه على كل حال عطنا من القصائد والله ما عندي شيء عطنا من قصائدك العام يا منى انا خثريد خاطريتك ما زين من اجيبها بس والله ما عندي شيء اما القصيد ما عندي شيء ما عندي شيء بس على ابو حاتي بس اما قصيد عند يكفينا ابو عجب ما يحتاج ابو عجب الوالد ذكر لها في سنه من السنين توفى اثنين من ناس قريبين من ابوه الله يبيح منه امين وتوجد الشاعر ما يخليه مثل المواقف يقول وجدي على شوف المطاليق وجده وجد الخلوج اللي تدور ولدها تبدي على المرقاب وتنحي منحاه وتوجس بهم فوق تبدا لهدها داجت على عده وخده ومرباه وتاطى على جرد البياديب يدها وان شافت جون بعيد انت نصاه تمشي معه في جوج السحاريه وحدها او وجد الهليك اللي قعد لها مضماه في فرجه من الناس محدنا وردها هبت هبوب القيض وعجن تقفاه فكس النفود وتايهم فيها قعدها او وجد الشجاع اللي خصومه تحداه لوردا جرد السبايا لكدها الرمح باليسرى وسيفه بمناه وشاف الريس القبايله عمدها ولجا يقول لجا نهار الكون كل انت نخاه ستر الهنوف اللي تنقض جعدها اقفت به الدنيا وقفت بذكراه يا ومن الدنيا تخون بعهدها الين يروح فيها والله عاد اجي ما فيها عاد بيتين الاخيره لكني ماني بحافظها الله يصحك ويني لا رجعت ربي ذا الحين بيمسكني معدني القصيده ما جبتها كامله ليش تعدها الله يصحك يا ربي يطول عمره من الاشياء من الاغراض اللي انا احبها في الشعر التوجاد احب التوجاد لان احس انه يطلع من صادق مشاعر الله من مواقف عندك قصيده فيها توجاد والله فيها قصيده يقول طال عمرك وجودي وجود مولع فارقه غاليه إيه؟ وهو كان يفرح به وينصاه ويجيله إيه؟ في لوع كبدي لوع عود ذكر ماضيه تذكر سنين راوحت وانقضى جيله على واحد ان اموت واحيا وانا راعيه وحياه بلا شوفته يا ناس وشهيله الله حبيبي جذبني جذبة الدلو من سانيه ولا صاد دلوه ما هو اخطا مع حيله يقولون يا بندر تحبه وانا اقول ايه ولا احد يعاتبني على زود حبي له الله 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 سلام الله عليك صح لسانك يا سلام من هو اللي فيه القصيده؟ اي اسال يا سيف لا تخليه تكفي يا سيف اذني ذي من اللطس هذا اليمين ما ادري بس واليسار تسمع ذا اذا جيت من ناقص سيف لا تخليه لا 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 تكفي يا سيف لا تخليه مهما تقوم فيه اسأل سؤال خليه يجاوب اسأله انت راجع هذا لا تولي علي لا تولي علي وقف البث ربيك جيتك مبروكه شرف سعدك كمل بركاتها خل اكشف لنا شيء حطها في ذمتك اصبر لا انا في ذمتي انها مبروكه علي لا والله انت بصرك انت ما علي لا والله مو بدي الحين اصبر
يقول ما نبسمع باليمين بس باليسار. تعال انا ظني بقوم هنا. تعال معك منك قوم هنا بقوم هناك. لا مو طيبه. خليني اسالك سؤال وجاوب. هو مو بناشدين سؤال واحد، هو يدور ام حق سؤال في راسه. خلي خلي شاور. لا سران لا خلي 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 شاورك. لا سران يمكن خلي شاور. شاورني سمع. لا لا ما ما بطالع ما بطالع ترى الصوت خلي. ما تبي اتعرض لك. اي ما بيك تعرض. وبيك تسكت شوي والله. ايوم خلاص ابو لحم هدا هدا هدا. ها وش سؤالك يا شيخ؟ لا ابشرك وصل ابغى اوصل سؤال. خليك شاهد بارك فيه. وصل سؤال. بس انا نبي نسمع. لا ما هو لازم هذا بيننا وياك شيء شخصي. انا حقول كل شيء شخصي. اجل انا جايين انا ابغى اعرف نبغى ناخذ علومكم. انا عازم بيثر العلوم كلها. انا ابي خلي لا والله يضر. ابغى اجل عندك شيء انت ما ظنيت يا يا والله انك ما بخصته. انت صاد كيف ما بخصته؟ وانت انت كيف لازم انت تركت تنفرني من شيخ. انا عاد تركت اجرحني. انا ما ابي اجرح اميرة. شوف انا وعاد ما نبي نهل علومنا كلها. نبي يتشفق انها بعدين لا جيناكم من فوق. انت الله لا يبلعنا مقفل الدنيا كلها. لا والله ما قفلنا الدنيا كلها. انا رديناكم من شيء. لا والله انا بيض الله وجهك الصدق. بوجهك. لكنك ترد سيف انت ما تردني. انا لا تنتشكم رجالي. ما رديته من شيء مره. خلي الرجال يسالك. لا لا ينشد. بلا سؤال واحد. استلعك من النشده. والمحقه اللي انت معودنا عليها. عيد. وش كبره وش كبره السؤال؟ ترى ما ابي. وش كبره السؤال؟ ها؟ وش كبره السؤال؟ كبره غرور. ايش غيروا لي يا رجال؟ صنوني. لا والله كبره غرور. انا عادي ابغى اجابته خلنا. والله العظيم. واجابته؟ الموت الموت انا معلمك اني معلمك. والله ودني ودني يعني القى سؤال من سيف وتجاوب عليه. لكن هذا ليه ليه انا ليه ما تخليني انا اشده ومن صبح متى انشد انشد عندك سؤال انشده لا تخليه في حاله. طيب ابو سعيد متى الزواج ان شاء الله؟ قريب ان شاء الله. لا ما في لا ما في قريب. رجال يسأل سؤال واضح. قريب في الهواء هذه طائرة في الهواء. يقول لك ابو عجب مبط السيل لا بكبره. مبط السيل لا بكبره. لا بكبره؟ نعم. ابو كبره نزيد وصل. لقى ذا بحر واحد لا بحر متى الزواج ان شاء الله؟ ان شاء الله قريب ان شاء الله. قريب متى 10 سنين؟ لا قلت انت اقدم جيتك. طيب سؤال ثاني. ايش قومك؟ ايش قومك؟ قلت سؤال ثاني. سؤال ثاني. خليها خذ خذ راحتك. هو يبي يقرب السؤال علي. لا مالك منه هو اللي يجاوب. انت قبل شيء تركت لهم تلوم بندر تقول ليش ما يجاوب؟ طيب الحين رجال هو قال ميدي متى خلنا قال ميدي متى الزواج؟ قلت لا قلت ميدي اقدم جيت. يعني انت ما في الا بنت رجال. اعتري ديوم 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 يا ولد ديوم بنت خليها. طيب ديوم بنيتك فيها. طيب بعلمك بالصدق الرجال ذا ناشب الله ينشبه في غادنا. شوف طال عمرك انا بنشده من سالفه الملف الاخضر. يوه وكان وخلي يعلم. بيض الله وجهك. اي بيض الله وجهك. شو سالفه الملف الاخضر ذا؟ والله شوف سالفه الملف الاخضر عنده الصد وعمده. انت خابر السالفه صح؟ نعم انا خابرها. لا لا في مين يسار قول مره من عدنها طويله. ما عليك عطنا بعضها بعض. هذه ما عندنا شيء نبغى نسمع سالفه الملف. يبي لها هاجر يبي لها تربيعتنا. ما عندك مشكله انت ربع ما عندك مشكله. طال عمرك الملف الاخضر انا جاني ملف طال عمرك يوم تخرجت من كليه التقنيه. اي عندي ملف طال عمرك مو ملف هذا هذا من اللذات قسم بالله ما في حتى ما يدخلك في السجن. لا لا كفو واسطه. اللي ضدي اللي غيري بحشره باذن الله. طال عمرك والله العظيم شيء صدق ما ادري هو مدعي علي ما ادري ايش ما ادري اعوذ بالله. انا بغيت احط فيلم باسم الملف ذا فيلم الملف الاخضر فيلم الملف الاخضر. يوم تخرجت من الكليه التقنيه المهم خذيت الملف كلمت رجال طال عمرك في ماسك المنصب من في الخارج. ايه واروح للرجال بيعطيه الملف يتوسط لي. إيه؟ وهو بعد مكلمني يقول تعال واجي واعطيه الملف. قلت سم. قالوا هو بكره دق علي ذكرني. اسلم الله. المهم جاء بكره ودق 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 ما رد علي الرجال. شوي طال عمرك الا شوف ودق على عياله. قلت يا ولد ايش هاي ابوي ادق عليه ما يرد. لا صوت عياله ماشي ما جاز لي. قلت له عمي شو قال والله يوم اصبحنا اليوم للشايبه جا ربي ايش فيه طايح. وش اللي جاه؟ جاء جاوب طاج ربي جاء الملف الاخضر تلون بندر. اي والله تلون بندر. اسلم اسلم. اي والله لا شايب تعبان هذا الشيء اللي خمه. واروح طال عمرك واقوم بالواجب اسلم عليه واخذ ملفي طال عمرك واحرق صوب الرياض. لا افرق هذا الملف لا يجيني ولا اشوفه. نعم واروح لا بشرك الحين افلح واروح صوب الرياض واكلم واحد من هالرياض ابي توسط لي يفزع لي واجلين وصيت. المهم لو جالس في مجلسه هو يا ابوه
وجود دنق على الشايب اسلم عليه. قلت عاد اسلم على الشايب، قلت انا ابي ولدك يوظفني، لو ولده موجود جنبه. قال ابد ابشر بسعادك يوظفك. المهم وياخذ مني الملف الشايب اعطاه ولده واحرك وادبر. يوم جاء عقب يومين الله الواتساب ان لنا رجعوا الشايب توفى الله يرحمه. هم العويد راح الله يرحمه. اقوم واقوم الواجب واروح صوبهم الله يرحمه يغفر واعزيهم. واخذ ملفي واعود شايب اقرش شايب اقرش سبب العاء نفس نفس. واكلم لي واحد من اهل حوطه، حوط بني تميم. قال ابد بكره عقب صلاه الفجر تولى. قلت ابد جاهز اصلي الفجر لاني قايم. 7 8 9 10 هتقع الرجال ما عاد رد علي. واكلم اخوي الكبير محمد. قلت محمد الرجال ما جاني. شيخ محمد دق عليه ما يرد، دق على اخوانه قال الرجال في المستشفى. اخوك اصبر المشوى. قال الرجال سارح الصبح صلى الفجر وجاي صوبكم. واعترضه موتر ويخمه هي موتر هذا عمرك من البشر طيب منه بخير في المستشفى بس ها طيب وبخير خير ملفك رضوض على عربيه الا ساعتك ذي وبخير طال عمرك الله يشفيه ويعافيه. ويكلمني الربع رجال في شركتنا في الرياض المواجي وادخل واسلم عليه والله يا رب نسلم عليه ونعطيه ملفي. قال ابد 4 ايام تعال المهم اروح عقب 4 ايام واجي وذو رجاء معين. رجاء وينه؟ قال رجاء فصل والله العظيم الرابع. قال رجاء فصل. قلت ام حق تلوم بندر معلمك يا ولد هذا الملف هذا نحتاجه في حياتنا والله العظيم. قلت كيف؟ قالوا عين عليهم ملاحظات وفصل. قلت طيب وين ملفي؟ والله ما عليهم ملاحظات بين الموظف ذاك من احسن الموظفين العرضه العرضه عجب البركه خلاك تجرحني انا اجرحك ومعلمك هم وادبر منها واخذ ملفي واروح. ويكلمني خالي قال عن في رجال في المحل الفلاني رجال ماسك له منصب. قال رحله يوم الاثنين رحله. قلت ابد الاثنين عنده ان شاء الله. يوم جاء الاثنين الساعه 8 ونص واجهز عمري توني بطلع الا خالي يدق علي اللي فيك هم خالي. قال يا ولد انت صاحي ولا انت بصاحي؟ قلت انا ايش دخلني؟ قال الرجال قال انت فيك بلا والله انك فيك بلا انت ذا الملف اللي ماسكه. قلت له يا رجال ايش جاء؟ قال الرجال طال عمرك يوم اصبح يوم الاثنين جاي امرت قاعد والله جاي حمد الله يستر على بثك وبرنامجك يا ابو الملف معه الملف برا لا انا طالبك طالبه ما يدخل على الملف اكيد نحتاجه الملف الصوره في الجوال هو بعيد المدى ما شاء الله عليك ما جاك شيء امورك طيبه والله يمدك بالصحه والعافيه. المهم واروح واخذ لاني ما رحت له ما في عندي وقت. يوم جاء في نفس اليوم العصر اني جالس عند رفيجي اللي مسير عليه في عزبته هو داري بعلومي كلها بالملف. يوم غدا الملف قاموا يتعلمون به الجماعه قاموا يضربوا به العربان طقوا الملف سيف احد يجيه ضاع الملف الموت الملف ضاع لا ما ضاع قاموا يتعلمون به طقوا منه اي طقوا منه انتبهوا يلا طقوا منه. المهم جالس انا ويا رفيجي اللي قحطاني. المهم لان ابوه جنبي احنا ثلاثتنا لا الولد رفيجي داري بسالفتي والملف الشايب ما يدري هو قام يسني شايب وقال علومك سيف ربك توظفت ربك. قلت والله ان في رجال رب كريم لا الحين اعطني ملفك انا ابوك. يوم قاله وين الطل ولد رفيزي قال تكفى يا يبا والله ما تاخذه والله ما تاخذه. قال الشايب وفصعين عود قال ايش قوم ولد انت براك. قال ولد تكفى يبا والله ما بعد سمحنا منك توني فيك والله دخل ملف انت موت. يوم قام يضحك الشايب قال العلم وش هو؟ في علم؟ قال ولد اسمع قصه ملف هو علمها بالقصه. امشي رجال بس رجال بس قال الحين طيب انه بخير هو ما استلم الملف نعم هو طبعا ما استلم ولا عاد يستلمه وين الملف عقب ما ضرب القصه هون قال والله قال الله يوفقك انا ابوك والله كان ودي اخدمك لكن لا صدق الملف هذا نحتاجه لا بس هذا الله الحين لا والله نعم قريت عليه يمكن الرجال اللي معطيه عين ولا شيء قريت عليه الحين من بيت المسجد الحين يا ولد صراحه معلومه يعني القصه ذي اول مره اسمع مثلها صدق يعني والله العظيم قاعد ناس مقاريد بس مو مثلك والله انا اخذ عقوبته على ذا الملف والله اني جلست انا وياهم طارد يمكن فوق 5 سنين قدم 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 اعوذ بالله سبحان الله العظيم ترى خيره ترى اي والله خيره ما تدري وين خيره ايوه كل شيء خيره كل شيء حصل لك خيره الحمد لله برنامج ان شاء الله خيره بعد الله يستر الله يستر الله يجعل خيره اهم شيء لا والله نحضركم اضافه يا رب يطول عمرك اكثر من مره اي والله يا رب يطول عمرك بندر بن عجب ارحب البقع اني بنسمع منك شيء في البر ودمنا في ذا الحر تكفى نبغى 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 نسجل قدام لو بالخيال ابشر تبي تسجخ اي والله حقت الليل يقول طال عمرك يا هاجسي محتاج لي مسرى وليل
الله وأنا معك فيما تبيه وما ترى لو أني أدري ما وراء المسرح حصيل إلا حروب أفكار ومجابة كرى الله أنا نديم الليل والخط الطويل اللي على صادق مشاعرها أفترى أغلب هواجيسه يهادي يا دليل سنته وعمله حراش ما درى وانغنت الورقة على عود يميل ما أدري وش اللي كل ما غنت طرى أطراف وجد وشيء من هذا القبيل ورجود لوع خيبة ظنون وزرى أطراف وجد وشيء من هذا القبيل ورجود لوع وخيبة ظنون وزرى شختور ضيق صبته سوداء مخيل مخالته عين الهني الله من الورى خلت معاطيش المشاعر تستغيل في وادي الله بروض ولا عرى في البارحة ليلي سريت حط شيل لا فرحة تمت ولا جرح برى برى هي زلة ضوابها مضعوف حيل ولا من اللي تلعب ضعونها ورى هي زلة ضوابها مضعوف حيل ولا من اللي تلعب أضعونها ورا يخلف توازن سلطة العبد الجليل ودبار فقر وتفتح رزاق افقرة مسمورة ذعرتها بالزنجبيل من كيف راس ومنطقة راس وقرأ الله الله صح لسانك سرعنا عجل الله سرعنا بنسك ما شاء الله تبارك يا أخي مفرداتك غريبة وفكرتك في الأبيات ما هي معتادة ترى أغلب الشعر ذا الحين يجمع مفردات ويحطها وزن وقاف ويقول أنا شاعر لكن الفكرة الكلام بالفكرة كل واحد له أداء وكل واحد له جمهوره وكل واحد له حتى أسلوب هذا الكلام القصيد القصيدة أساليب ما هو غير الوزن والقافية أساليب إيه أساليب وفكرة فكر نعم فيها شعار يكتبون قصيد والله ما حد يقدر يكتب بس ما له قبول صحيح ما له قبول إيه والله أنت تكتب القصيد اللي يحاكي المجتمع كده أما تجيب شيء راح وفنا واللي اي هذا الكلام صح وجيب الشيء السهل الممتع لانك بتكون معروف هنا مو اول هذا الكلام وخلت يتذكرونك اللي بعدك صحيح في المجتمع من هو الشخص اللي اكتشف بندر او يعني او بلا صح ان طالع من بيئه شعريه او انها موهبه انت فردت بها في والله البعيد. موهبه انا اشتغلت عليها يعني اول طال عمرك عام 2007 او 2006 يوم بدا برنامج شعر المليون إيه؟ ايام ذيك حببانا في القصيد وشفنا القصيد وحبانا القصيد وقمنا هي إذا صار عندك موهبة وتطورها أكيد بتنجح أكيد بتنجح طال عمرك وطبعا مع بداية الثانوية بديت أكتب قصائد خفيفة بداية الثانوية طبعا أكثرها مكسر وعلمك البدايات هذا الكلام كأي بداية في أي مجال صح الله الله لكن الحمد لله مع الجامعة عقب الجامعة حبة حبة طال عمرك وتعلم من الشعار الكبار وعادنا نتعلم ما شاء الله إلى بكرة هذه معلومة اكتشفتها أنك أنت داخل جامعة الحين الله الله جامعة مو بلا شكله ما دخل شكله ما أتعطي جامعة مو بلا شفه مو بلا شكله أي والله لا والله على شكله شكله صادف داي لا الأمور طيبة طال عمرك هذا مع تقنية أبو سعيد ما شاء الله تبارك الله الله أخذها بجد واجتهاد فالله يوفق طال عمرك ما اجتهد آمين. ما اجتهد الله يوفقك وش القصيدة الأولى اللي أنت اقتنعت فيها قلت واقتنعت أنك تعرض يعني تعرف أول بداياتك أكيد بتكتب أبيات مثل ما قلت مكسرة ولا ما أنت مقتنع فيها اقتنع تام ولا راح تقولها لكن وش القصيدة الأولى اللي أنت مقتنع فيها والله ممكن مو بعيدة طال عمرك أنا ما قمت يعني ما بديت أحس أن إن شاء الله عندي قدرة على استمرار لا يعني تو يعني يمكن من سنتين ثلاث يعني بديت خذيت الثقة كاملة الحمد لله ممتاز وبديت يعني أكتب على وزن وعلى قافية صعبة شوي إيه النص صعب أنت لما تأخذ أو تبني على الصعب فهو بيكون سهل القبول عند الناس صحيح أما تكتب السهل اللي يعني لا كان سمع أكثر من مرة يعني في قصائد تسمع هذا الحين والله إن كأنك سمعتها 20 مرة قبل هذا الكلام مستهلكة لا من قافية ولا من كلمات ولا من حتى نفس الموال اللهم انه يجمع من كل 100 قصيدة يجمع منها على شاطر شاطر ويولفها يعني كفكرة اي صحيح صح مستهلكة فعلا شو طال عمرك ف بس احس انك ظالم نفسك في الظهور الاعلامي حتى لدرجة ان اللقاء قبل الموت شوي والله يعني مثل المادة اللي انت تقدمها واللي انت يعني تملكها مادة ترى قوية الله يطول عمرك وظهورها ترى يعني سهل ظهورة في الإعلام يعني لو تطلع مثل الآن مثل القصائد اللي قلتها لنا أنا متأكد 100% أن بتلاقي إن شاء الله قبول عند الناس اللي يتابعون ليش؟ لأنك تقدم مادة مختلفة وإبداعية الله يرفع قدرك وطول عمرك وإن
اكيد ان شاء الله ما يبي نظهر الا بالعلم الطيب، وكل طيب ما يظهر الا بالعلم الطيب والقصيده الطيب. هذا اللي عرفنا منك والله. الله الله، طال عمرك. عندي قصيده طال عمرك يقول: مسيت بالخير والدنيا متاع ولهو، ومن سنة الله ما تقعد على حالها. الله. شيء تركناه عمد وشيء يسقط سهو، وكرامة النفس عندي تلعب الحالها. يا قلب طنش وعش وقدح وصب وقهو، تبدن ما تقبل هوان النفس وذلالها. يا قلب طنش وعش وقدح وصب وقهو، تبدن ما تقبل هوان النفس وذلالها. نارد على جمة العذب القراح أره، وناط على روس يمكنه تواطالها. اللي حشمنا له الحشمة وصدر بهو، لا تحصد يدين خلق الله سوى أعمالها. في الأحبذ الناس ما يحمد على ما نهوبان، الفخر والظفر فيها وفي عيالها. في الطيب يزيد طيبه، والردي هو هو، والناس هذه طبيعتها وموالها. الله الله الله، سلامتك أبو شتي والسلام. الله الله، صاحب دينك يا أخي. على الأبيات هذه يقول وصلت مشاهدات 1800، ترى رقم قوي لايف. فصراحة وجودكم مهم جدا بالنسبة لي أنا. سيف، من هو الشخص اللي كان معك بداياتك أول ما فتحت السناب، ومن هو اللي اقترح عليك أنك تفتح السناب؟ لأن ترى المقطع اللي اشتهر أتوقع أنه ما كان في سنابك، صح ولا لا؟ الله الله، كان في سناب رجال ثاني. نعم الله الله، هو اللي اقترح عليك وقتها قبل لا ينتشر هذا؟ لا، كان وقتها عندي سناب، بس رجال اللي صورني طبعا سلطان بن هادي الشمي، جعل ربي يوفقه على كل حال وبيض وجهه، له مغان استاهل. الله الله، وهو اللي صورني بجواله. رجال كان عنده متابعين عقب ما ضرب. طبعا انا والله ما دريت، دحش المقطع في جواله. انا كان عندي سناب بس ما عندي، كان ما به مشاهدات. خل المشاهدات، وقتها كان سنابك فعال انت تصور فيه. أيه نفس الان. اي لا بعد قلت القصه دي قلتها انا في حسابي، بس كان ما في متابعين عنده. اي شوف سبحان الله. الله الله، هو طبعا متابعين عنده واجد، وقال قصه وجاها مدري حفظ شاشه مدري ايش، وروحت الواتساب فعلا راحت وانطلقت. الله الله، هذا اللي خلى المقطع يدعس، وهذا هو اللي الان صورك. طيب من هو اللي كان معك في بداياتك، يعني يوم طبعا جاتك الاعداد بعد هذا المقطع؟ اي والله جات الاعداد. ترى كثره الاعداد تعطيك مسؤوليه اكبر، ودك انك تقدم، تعطيك حافز. اي تعطيك حافز ايضا صح. فمن هو اللي كان من اللي كان معك في ايام بداياتك؟ من هو اللي كان واقف معك ومنشط سنابك؟ والله الشباب كلهم، اغلب الجروب ذا نصهم معي. خص عبد الله مطرف الحبابي. نعم معي عاد مطرف عبد الله طبعا اللي معك في المقطع. نعم الله الله، هو ترى معي في المقطع، موجود معي. عجبتني كلمه نفس السيستم. نفس السيستم. الله الله، هو معي في المقطع. ومطرف بعد خوي من ايام الثانوي، من اياه اخوه. طبعا اكثر ممكن الساده المشاهدين يطلبون هذا المقطع، ودنا نعرضه، لكن للاسف ان المقطع ما هو موجود عندنا الان. بس ان شاء الله انك باذن الله تعرضه في سنابك، يشوفونه واللي يتابعونك يعرفون هذا المقطع. المقطع هذا كل ما شفته وكل ما عدته وكررته اضحك، لانه صدق على قولة الرجال ما يسأل معقده. هو معقده الا ما لها حل الى الان. الى الان للحين العزابي للحين ضايع العود يا ناس. الرجال يقول انا ما عاد امارس من جماعه تعدت حدود العقد. ما شوني حطيت حرتي ابو عجب؟ اشوف الرجال شوني شفت لك ابو عجب؟ ما في الا ابو عجب الظاهر، هو اللي بيدم منك شوي هوي. حتى ابو عجب ما سلم، عسى الله يخرج ابو عجب، عسى الله يستر على ابو عجب. لا والله لا والله، وجبت عليك ابو سم عجب، وجبت عليك تساعد الرجال، يساعد ربه اللي خلق. وانت وينك انت؟ يقول لا ضدك الزمن، ضد رفيجك. يقوم انا الخوي لا خوي ابو عجب. ابو شوف ابو سعيد لا اهتوى تيسر امره من الرجال مبهول. انا ظنك انه عارف خبزيدي انا. ما اهتوى خبزيدي، ما اهتوى عجب. شو رد ظنك؟ تحت الهواء بعد. ما تقول شيء تحت الهواء، انا ابغى اعرف فوق الهواء، ما عنده تحت الهواء. اقول انا بتطير وشو ما عندها موزع. شنو ما عندها موزع؟ قام زي شخصي، انت ايش بالك يا سيف تقوم زين؟ الدنيا دوارة. انا معلم علي. انا معلم. انا اشوف سنابه قبل لا يجي اللقاء يقول الظاهر بتمدد العزوبية، والظاهر انا ذي الحين بتتمدد. اي. ها سلام يا ابو عجب. رجال وش بلاه مو بهاوي؟ بلاه في نفسه. في نفسه. الله يعافيه ولا يبلان، هذا اللي نقدر نقوله. لا ان شاء الله. بالله بعد ما يفرض رفيدي، ما يزوجني ليه؟ رفيدك ما هو بربك، ورفيدته ما رده. رفيدته ما رده من شيء، لكن الرجال طال عمرك من راسه. تراك تجرحني. انت معلق علي، انت صادق. لا علمت انا بالصدق، قال تجرحني، انا وش اسوي به؟ لا تجرح، ترى صدق ازين ما به في الدنيا دي المجامل يا اخوي، جامل يا اخوي. جامل رفيدك. بتجامل ما زين منك ولا ياخذ منك فلوس. بتجامل 10 و20 و30 وبتنطق تسبدك وبتبغض مجامله وبتبغض ساعه. لو كاد ان 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 سيف على قولتهم كان يتمناه يا رب يطول عمرك.
يا يمك لن يتمناك ولا خطب سكبها في وجهك لكن انت لا والله بس لن يتمناك والله يا رب يطول عمرك في ذمه يا ابو شتو لا انا في ذمه يعني انت عاد بصرك طلع منهم ما ادري عن ذمتك انت ما انت مزويني وعد ومقارشني بعد طلع منهم يود ذا بيقطع رزقك عقوبه ما قطعت رزقك عقوبه هذا يقطع عمرك يدري بس يحس ترى الزواج نصف الدين والزواج فيه خير ودام اننا ذكرنا هذا الموضوع اللي فيه خير ودنا نتكلم عن وقف البر بمكه المكرمه في محافظه ايش يا شباب؟ مضيلف اظن مضيلف وحساباتهم راح تعرض ولهم مشاريع كثيره ممتاز لهم مشاريع مثل سقيا الماء وافطار الصائم وحساباتهم الان ظاهره او راح تظهر باذن الله ودنا انكم تشاركون الاجر بذكر فضل الصدقه اي ذكر سواء قصه حديث ايه ومن اعظم الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصدقه بان الصدقه تطفئ غضب الرب واذا طفئ غضب الرب معناته ان الله عز وجل راضي عنك واذا رضى عنك الله عز وجل يسر لك امورك ووسع لك رزقك فاود انكم تشاركون الاجر بحث الناس على مثل هذه الاوقاف المصرحه من الشؤون الاسلاميه باذن الله تشاركون الاجر بكلمه لعلها تكون فاتحه خير عليك وعلى من يتصدق باذن الله اخوي بندر طال عمرك الخير لا انعدمت الدنيا من الخير انعدمت السعادة وانعدم كل معلم جميل في الحياة هذا الكلام طال عمرك الدنيا فانية ومن عليها فان ولن يبقى لك إلا العمل الصالح الله أكبر والصدقة من أجمل تركة لك في الدنيا بعد مماتك الله أكبر طال عمرك في الحسنات الجارية وانت متوفي مئات السنين مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه يعني كم من 1400 سنة وأوقافه ماشية يعني أجر غير منقطع مستدام فطال عمرك الفلوس مولية والعمر مولي لكن ما يبقى إلا العمل الصالح هذا الكلام صلى الله يوفقنا وإياهم ونحث إخواننا وخواتنا اللي شاهدونا يتصدقوا ويبذلون مما الله عطاهم هذا الكلام نعم هم طال عمرك الرجل ذاك اللي دخل على أحد الخلفاء في العصور السابقة في مكان مع جرة يبي نقود فحطها عباها له فطلع ووزعها على المحتاجين هو محتاج الله لا هو محتاج فعود دار شافه الحرس وعلموا الوالي قال عودوا جيبوا لي يوم عود يدخل عليه قال له وزعته وانت ما محتاجه قال يجود علينا الطيبون بمالهم ونحن بمال طيبين نجود الله فطال عمرك فما بالك بمن يجود علينا سبحانه بالنعمة والعافية والستر والمال كله من فضل ربي نبذل ما نستطيع لو شيء بسيط يسير والله لا مفقرنا وبعضهم يبذر يوميا أكثر من اللي بتصدق به فالله يوفقنا وإياهم ما يحبه ويرضى الله يجزاك خير يكتب فعلا الإنسان يحاول يطهر نفسه وماله وأهله ويتقي شر الكروبات بهذه الصدقة صدقت تطفئ غضب الرب مثل الأوقاف يعني أنا أعتبر أن اللي يحط مبلغ في الوقف هذا ذكي لأنك إذا حطيتها في صدقة وهي خير بإذن الله صدقت في 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 إنسان راح يروح يعني مبلغك هذا في يومك صدقت يعني بيشتري أكل ولا بيشتري لبس ترى حتى عادي بريال تصدق ترى مو بلازم 100-200 ريال الله عز وجل هذا بيشفع لك يوم القيامة اتقي النار ولو بشق تمرة يعني نص تمرة كم قيمتها أقل من ريال حتى كرتون الحين تأخذها على 25 كرتون ورتوز من جسمه ذا كم تحطون فيه إلى قبل الله سلام هذا الله نبي إلى قبل أودي أنك تشاركنا يا سيف بيض الله وجهك تعطينا كلمات كذا بسيطة عن الصدقة تحث الناس والله ما قصروا بعجب ما خلى شيء ما أعطانا مجال الحكي وهو صادق الصدقة طال عمرك تطفي غضب الرب صدق لو بريال طال عمرك ذا بتعين إن شاء الله آخرتها قدامك ولا ينسون بعد موضوع النشر يعني بعضهم ما عنده فلوس المسامح يقدر ينشر يعني ما شاء الله الآن سيف نعم دال على خير كفاءله لو يعني لو شخص مثلا اخذ سنابات من سيف ولا اخذ كلام سيف وسيف لنا محبين ونشر هذا الكلام اجر للي نشر واجر ان شاء الله لسيف فالخير ترى موجود حتى وان كان ما عندك ما تملك ريال صدقت تقدر يا بالكلمه الطيبه يا بالنشر يا ونتعاون كلنا على مثل هذه الاوقاف المصرحه صدقت اللقاء صراحه مر بسرعه ولا حسيت بالوقت ومستمتع معكم وباذن الله لنا لقاءات اخرى باذن الله باذن الله ومثلكم يعني نتشرف بوجودنا في مثل هذه اللقاءات رب يطول عمرك سعيدين جدا وانا متاكد 100% ان السادة المشاهدين كلهم مبسوطين من تواجدكم ومن الشيء اللي تقدمونه هذا يبرك سعادة ترى الناس ما يبغون التكلف وانتم والله انكم بعيدين جدا
وكل البعد عن التكلف، وهذا هو سبب نجاحكم. الله يوفقكم يا رب في الدنيا وياك. وسعيد ومتشرف وعيد الترحيب بكم في بداية اللقاء وفي نهايته، وأقول لكم حياكم الله الآن وبعد كل حين. الله يبارك يا رب، يطول عمرك. الله يحفظكم. وقبل لا ننهي اللقاء بس ودنا نسحب على الجائزة اللي ذكرنا، بس لما رنا على هاشتاج أبي واحد منكم يقول وقف. طبعا هي جائزة ولا جائزتين؟ محمد عيسى طيب، واحد منكم بس يقول يوقف عشان نوقف تساسرون. شنو ابي احط رجع رجل؟ ها حط رجع كذا تبقط شوي. انا بجرب. قولني اذا ما عندك عين وانا تحط رجع رجل. حلا كذا كذا. لا والله ما احط تكيت يا ولد عقب البث عشان ايه عشان ياخذون لك صوره. عقب هذا عاد هي لا ما نفع سوى عاد هي بتلعب. خلهم يعطونك صوره كذا وانت حاط رجع. سم انا طالبك تبي حط رجع طالبتك بالشحم وعقب البث ان شاء الله طيب سيف جربها. انا ترى ماني شك انت خبره تلعب بالخبره. كتجي خلنا نشوف كتجي انت يمين ويسار. انا خبطت رضي الطاوله. لا 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 انت عسل مول. لا لا عادي امور طيبه وبخير ما شاء الله يا الساق. اقول لك طال عمرك. والله ابداع صراحه. ابو سعيد مبدع. وانت معجب الساق ما يساعد. شو يساعد؟ ما قلت وتصدق اني تحمست يا ود على الجلسه ودي اللقاء يرجعون من جديد. والله فن يا ولد. اي بالله. يقول شوف اي بالله والله هذا يعطينا على جنبنا. لا بلا ما بالله خليك نزل رجليك قريب. اي بالله ابدا. الله يبزعلك خسرك يا جماعه. الله يسحبك يا سعيد. انت فاهم بعدين نقول وقف. وقف وقف. الف مبروك يا شوق. طبقت الشروط وذكرت الحديث والف الف مبروك. خذانا صورنا الشاشه نسوي تفضيل بس عشان ممكن تروح تصوير الشاشه. سعد جدا بلقائكم. كتب الله يجركم الناس عيد الله يجيكم رب يطول عمرك ويحفظكم وعنوتكم ويذرونا على القصور. واتمنى ما منصور الله يطول عمرك يكون اخر لقاء باذن الله. الله يسعدكم ويحفظكم. من يقول يا ابو شتم حياكم الله. والله يسعدكم يا رب. ماشي ماشي نفسي نفسي سعيده هذا اليوم.